جاو داخل البوليس على غفله عليها الكراج، تخلعت هي بهم ما عرفتش البوليس ما لابسين ما والو، اصحى على الشفاره طاحت تما، ما بغى يعيطوا لنا لابيلانس ما والو. يعني حنا كتحملوا كيتحمل المسؤوليه ديالها، هي فيها مريضه فيها السكر فيها القلب، يعني بجميع وبلاش دابا السياب وخلعوا كل شيء مع صحابنا، كل خلعوا مع الدار كاملين فيهم بزاوز فيهم كل شيء خلعوا معاه. شق عليه هجموا علينا البوليس بلا شي ما كاين، الحجه ما كايناش وراه كاين صار معمرين الكاميرا ما عملنانيش انا، حنا معمرين بلا شي ما كاين، حلوا الكراج دخلوا على المراه، عاد المراه الا عاد مرت ولدها عاد تعدل شغلها قدامها وما داخلين عليها، ما عرفنا من السبب يقولون على من الحق علينا وعليهم ويحيى سيدنا. مشي عليهم غا هما جو هاجمين حتى يشوفوا التحقيق. انت ما راه ياكلوا فيها الشيء غا كيدخلوا فيها الشيء حتى هما كياكلوا. مشي حتى التلويقه المدنيه ما قامتش بالدور اللي خصكم به، يعني المراه مسكينه راه طايره على حتى في المستشفى ما بغوش يستقبلوها، ما عرفناش هذه الحاله هذه، ما حتى البيرمانوس كاين واحد يقول ما عنديش الاسعاف باش نروح نخدم، يعني الحاله هذه في الحقيقه خص المسؤولين يتحملوا المسؤوليه. انتم كمسؤولين مثلا داخل المجلس البلدي ما تحاولوا تاخذوا الاجراءات مثلا في هذا الشيء اللي واقع دابا حاليا؟ المسؤوليه كتحملوها الوقايه المدنيه، يعني هما جابوها خصهم يتحملوا المسؤوليه باش يديوها للمستشفى باب الناظور، المستشفى الحسني باب الناظور، ودابا كيستناو المسؤول باش يديوها، المراه كتموت هنا قدام المستشفى، كيستناو المراه باش يعطيها المسؤول الكبير باش يعطيهم الاوردر باش يديوها.